لو قال الله إله، الإثبات وحده، هل هذا توحيد؟ كذلك ليس بتوحيد، حتى يجمع بين النفي والإثبات. لماذا لو قال الله إله، نحن نعلم أن الله إله، طيب، ولكن ها هناك آلهة عبدت من دون الله. إله عند أهل الإسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام إله عند النصارى، عزير إله عند اليهود، وهكذا الآلهة المتعددة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فقولك الله إله، أنت لم تنفي الآلهة عما سوى الله، لذلك هذا لا يسمى توحيد. التوحيد أن تجمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياة الله سبحانه وتعالى وقيومية الله سبحانه وتعالى. حياة الله سبحانه وتعالى حياة دائمة، حياة كاملة، حياة تامة، لم تسبق بعدم، ولا يتخللها نقص من النواقص، ولا تلحق بفناء. وانظر إلى حياة كل مخلوق، كل مخلوق، سواء الإنسان أو الجان أو الملائكة أو الحجر أو الشجر، كما يقال من الذرة إلى المجرة. انظر، كان عدما ثم صار وجودا، وفي أثناء وجوده يعتريه النقص، يحتاج، حتى لو أنه لا يحتاج إلا إلى الله فهو ناقص، واضح؟ ثم إيش؟ ثم بعد ذلك أو يموت أو يفنى، واضح يا إخوان؟ هذا حياة كل مخلوق على الوجود. أما حياة الله سبحانه وتعالى، لم يكن الله عدما، ثم إيش؟ ثم في أثناء حياته، حياته تامة من كل وجه، كل صفات الله عز وجل علية سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، لذلك نفى عن نفسه الحاجة، ونفى عن نفسه العجز، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى الصاحب والولد، وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى، لا يعتر الله عز وجل نقص من النواقص. ثم إيش؟ ثم لا يموت سبحانه وتعالى، لكمال حياته، لكمال حياته لا يموت. وهنا قاعدة أخذها أهل السنة، أن كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه العلية من شيء من الصفات، كل ما نفى عن نفسه من شيء فهو إيش؟ دليل على كمال ضد الصفة المنفية. يعني ليس النفي المجرد، الإنسان المخلوق ينفى عنه نفي مجرد، لكن الله سبحانه وتعالى أبدا، ما يجوز هذا، لا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت الله لا يظلم، ها؟ ما يجوز أن تقول الله لا يظلم وتسكت. الله لا يظلم لكمال عدله، لكمال ضد هذه الصفة. الله لا يموت لكمال حياته. الله لا يجهل لكمال علمه. الله لا يعجز لكمال قدرته، وهكذا. وهذه في حق الله سبحانه وتعالى. أما أنك تستطيع أن تقول لكل مخلوق ها لا يظلم، وهذا الظلم ليس لكمال عدله، لا، الجدار تستطيع أن تقول أنه لا يظلم لأنه إيش؟ غير قابل للظلم، أو أنه عاجز عن الظلم. المخلوق إما أنه غير قابل، الآن الجدار تستطيع أن تقول لا يظلم لأنه فعلا لا يظلم، لكن لماذا لا يظلم؟ لأنه غير قابل للظلم. ما تقول الجدار ما يظلم، لأنه غير قابل للظلم، ها؟ وتأتي للإنسان الضعيف تقول لا يظلم، ها؟ ليس لأنه قوي ويستطيع، لأنه إيش؟ لأنه غير قادر على الظلم. أما الله عز وجل إن كانت الصفة في حق الله، تقول الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الحي، وهذه حياة الله سبحانه وتعالى، حياة دائمة، حياة لا تنقطع، حياة كاملة سبحانه وتعالى. القيوم، القيوم هو القائم على نفسه والقائم على غيره. الله عز وجل يقوم على نفسه، ليس أحد قام على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قام على غيره من الموجودات من المخلوقات. الكل قائم بالله، ولولا الله ما قام أصلا، الإنسان والجان والملائكة والحجر والشجر، الكل قائم بالله سبحانه وتعالى. وقيام الله عز وجل على هذه الموجودات قيام وجود وقيام رزق، أن الله يرزق هذه الموجودات سبحانه وتعالى، وقيام عطاء سبحانه وتعالى. فهو إيش؟ قائم على نفسه وقائم على غيره سبحانه وتعالى. قال الحي القيوم، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم.
السنة هي مقدمات النعاس، مقدمات النعاس أو مقدمات النوم عفوا، مقدمات النوم من النعاس والتعب وغير ذلك من الأمور. الله سبحانه وتعالى لا تعتريها هذه الصفات، صفة النعاس، صفة النوم. لماذا؟ لكمال ما سبق حياته، ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى كذلك، لكمال حياته ولكمال قيوميته. ولا تأخذه كذلك، ولا يأخذ النوم من باب أولى. سبحانه إذا ما ينعس كذلك لا ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم صفة عجز. لذلك يوم القيامة أهل الجنة، نسأل الله أن نكون معكم من أهل الجنة، يوم القيامة أهل الجنة لا ينامون. لماذا؟ لأن إيش؟ لأنهم إذا ناموا قطعوا عن النعيم، نعيم الجنة. فالله عز وجل يجعل لأهل الجنة كمال الحياة، واضح؟ ومن كمال الحياة أن أهل الجنة لا ينامون، لأن مجرد النوم ها ينقطع عنك بعض النعيم في أثناء هذا النوم. فالله عز وجل جعل أهل الجنة لا ينامون، والله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لكمال قيوميته وكمال عليكم السلام وكمال حياته سبحانه وتعالى. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا بمعنى الذي، عليكم السلام، ما هنا بمعنى الذي، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض. كل مخلوقات السماوات، السماوات وما فيها، الأرض وما فيها، البحار وما فيها، كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لله. الله مالك هذا كله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ملك ومالك. أما الإنسان إذا كان ملك ها لا يكون مالك، وإذا كان مالك لا يكون ملك. الآن أضرب مثال ولله المثل الأعلى، الشيخ نواف حفظه الله على طاعته، الشيخ نواف ها هو ملك، ملك البلاد، لكن هل يملك سيارتك؟ يملك ثيابك؟ ها يملك أهلك؟ ها يملك متاعك؟ ما يملك. هو ملك نعم، لكن يملك متاعه، يملك سيارته، لكن ليس إيش؟ ليس بمالك لحق غيره. وهذا في كل الملوك ترى، هذا في كل الملوك. اتركوا الطواغيت وهذه ليست هذه المسألة. نحن نقول إيش؟ نقول أن الملك يكون ملك ويكون مالك لحاجاته، ليس لحاجات غيره. وقد يكون مالك وليس بملك، مثل حالنا كلنا، حنا نملك سياراتنا ونملك ثيابنا ونملك متاعنا، ولكن لسنا ملوك على غيرنا. أما الله مالك وملك سبحانه وتعالى، ملك على الجميع ومالك لكل شيء، لكل شيء عند الناس سبحانه وتعالى. أنت ذاتك، أبنائك، أهلك، مالك، متاعك، كله ملك لله سبحانه وتعالى، وكل شيء عندك هو عارية، متى ما شاء الله عز وجل أن يستردها استردها سبحانه وتعالى. إذا مات ولدك، أسأل الله لكم طول البقاء مع ابنائكم على خير وطاعة، إذا مات ولدك ترى الله عز وجل وهبه له لك ثم استرد هذه العارية. إذا الله عز وجل أخذ مالك، هذه هبة من الله، الله عز وجل استرد عارية. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان أعطاك مال ثم جاءك يوم الأيام وانتزع هذا المال رغما عنك، انتزع هذا المال، تلومه؟ تقول له ليش انتزعت هذا المال؟ ها ما يلام، ماله. كذلك الله ولله المثل الأعلى، كل شيء لله، الذوات والصفات والحركات والسكنات كلها لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لها ثلاثة أركان، لابد أن يكون في الشفاعة شافع وهو باذل الشفاعة، ومشفوع له وهو المنتفع، وشفاعة التي تكون بين الشافع والمشفوع له. هذه الثلاث أركان هذه لابد أن تكون في الشفاعة. الله سبحانه وتعالى هنا إيش يقول؟ يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، والشفاعة إما مثبتة وإما منفية. الآن كل الشفاعات، كل الشفاعات حتى عند الشيخ نواف،
حفظه الله على طاعته. حتى عند الشيخ نواف قد يأتيه ولي العهد، قد يأتيه الوزراء، قد يأتي أحد يشفع لأحد فيقبل الشفاعة، وقد يأتونه بغير إذنه، يعني من غير لا يستأذنون ثم يبذل الشفاعة. واضح؟ وهكذا كل الناس، الوزراء، الوكلاء، المدراء، رئاسة القسم وغير هؤلاء كلهم إيش؟ قد يضرب الباب عليك ويقول لك إيش؟ انفع صاحبي. هذه إيش؟ بلا استئذان. أما يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يرفع رأس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن إيش؟ مع أن هناك ملوك كانت في الأرض ولكن الملك ينتهي بالموت. خلاص، إذا الله عز وجل أفنى العباد سبحانه وتعالى يبقى ملك الله وحده سبحانه وتعالى لا ملوك. وأظهر ما يكون ملك الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، يظهر ملك الله ويظهر بذلك عجز الجميع، يظهر بذلك عجز الجميع. كل من كان يفتخر بشيء في الدنيا كله سيعجز يوم القيامة. تفتخر بقبيلتك، تفتخر ببلدك، تفتخر بنفسك، بمالك، بمنصبك، هذا كله سيذهب، ما يبقى شيء عند الله سبحانه وتعالى. إنما إيش يبقى؟ العمل هو الذي يقدم ويؤخر الناس بحسب أعمال الناس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، النبي ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحون ولا أي أحد يستطيع أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ويشفع لأحد حتى يأذن الله عز وجل بالشفاعة. لذلك لما يأذن الله عز وجل بالشفاعة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويبقى ما شاء الله أن يبقى. جاء في حديث أنه يبقى جمعة، يعني أسبوع كامل، والله أعلم، الحديث فيه كلام. الشاهد أنه يبقى متى ما شاء الله أن يبقى، ثم يأمر الله عز وجل بأن يرفع رأسه وأن يسأل الله، ثم يسأله الشفاعة فيقيم الله عز وجل الشفاعة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ طلب الإذن، يستأذن الله بالشفاعة. واضح؟ هنا الله عز وجل يقبل الشفاعة كما جاءت الأحاديث أنه يقبل الشفاعة، ثم تقام الشفاعة بين الناس. وهنا مسألة مهمة وهي الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. أنا لا أتكلم عن أهل الصغائر، أهل الكبائر من هذه الأمة. الصواب أن أهل الكبائر يا أخوان كل أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبيرة ولم يتوبوا قبلها تحت الوعيد، يبقون تحت الوعيد. الله توعد أهل الكبائر، توعد الزناة، وتوعد المرابين، وتوعد عموم أهل الكبائر، وهم على الأصل أنهم تحت الوعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى قد إيش يغفر لهؤلاء، يغفر لهؤلاء، قد يغفر لهم وقد يعذبهم. منهم من إيش؟ من يعذبه الله عز وجل في قبره، في القبر يعذب، لأن القبر نعيم أو عذاب. منهم من يعذبه الله عز وجل في قبره، هؤلاء أهل الكبار، ثم ينقطع عذابه حتى إذا حشره الله سبحانه وتعالى سلم من العذاب. ومنهم من يبقى معه العذاب حتى عند الحشر ثم تدركه الشفاعة. ومنهم من يدخل النار، منهم من يدخل النار في بالنسبة لأهل الكبائر، ولكن دخولهم للنار دخول أمدي وليس أبدي. الدخول الأبدي لمن؟ للكفار. الكفار هم الذين دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا، يعذبون أبدا. أما أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار، والنار دركات كما أن الجنة درجات. أعلى دركة من دركات النار هي دركة أهل الكبائر من أهل الملل، ليس من أهل الإسلام فقط، أهل الملل جميعا، ها، الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، من النصارى، من هؤلاء ملل كانت قائمة، ها. لذلك كان كل من آمن بالأنبياء في زمنه، كل من آمن بالأنبياء في زمنه، أنتم نبهوني الوقت، ترى أنا ما أدري الوقت عندكم، ها إن شاء الله. كل من آمن بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، يسمى مسلم. فهؤلاء أهل الكبائر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الكبائر من أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، يدخلون في هذه الدركة العليا. هذا إذا لم تنلهم الشفاعة قبل دخول النار، يعذبون ما شاء الله عز وجل أن يعذبون.
ثم يخرجون إلى الجنة. وكل هذا إيش؟ بهذه الشفاعة، يشفع الأنبياء، تشفع الملائكة، يشفع الجار لجاره، الوالد لولده، والولد لوالده، والناس يشفع بعضهم لبعض، بعضهم لبعض بعد أن يأذن الله. لا بد من إذن الله ورضا الله، رضاه عن الشافع أنه يقبل فيه أنه يشفع، وعن المشفوع له. لأن هناك من يقول أنا بشفع لأبي الكافر، تلقى هو مسلم وأبوه كافر، يقبل الله الشفاعة؟ ما يقبل الله عز وجل هذه الشفاعة. الأب الكافر ما يقبل الله فيه الشفاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل الله عز وجل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رأس الهرم الذي لا ترد دعوته، وهو أعلى في أعلى المقامات بالنسبة لله سبحانه وتعالى من المخلوقين. رفض النبي، رفض الله سبحانه وتعالى، أو ما قبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيه في أبي طالب، إنما خفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب. ما كان للنبي ولا إيش الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك لا يجوز كذلك حتى أنك تستغفر لأبيك المشرك، أخوك المشرك، ابنك، لا تقول ابني مات على الشرك، مات على الكفر. وأنا ما بذكر مسألة الصلاة وترك الصلاة والنزاع عند العلماء، لكن خلاصة هذه المسألة تارك الصلاة كافر بنص النبي صلى الله عليه وسلم، تارك الصلاة بالكلية كافر بنص محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، قاله وحيا من الله سبحانه وتعالى، ذكره وحيا. لذلك لا نأتي ونقول لا طيب تركها كسلا، تركها جحودا. هل النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يقول تاركها كسلا ها ما يكفر، وتاركها جحودا يكفر؟ يعجز النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يعجز عليه الصلاة والسلام، ولكن إيش؟ أطلق الحكم، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صريح وصحيح في هذا الباب. الشاهد أن الشفاعة لا تقام إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علم الله عز وجل علم تام، لم يسبق بجهل، ولا يتخلله جهل، ولا يلحق بجهل. انظروا علم كل مخلوق، ورأس الهرم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، أصلا طعن في النبي كفر ها؟ لكن نضرب مثال في النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعلموا أن من كان إيش؟ من كان دونه من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة كان يعلم الرسالة؟ ها كان يعلم الرسالة؟ كان يعلم الصلاة والصيام؟ كان يعلم؟ إيش رأيكم أنتم الآن؟ أنا بكلامكم، كان يعلم؟ ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام، حتى أرسل الله عز وجل ها له الوحي. هذا إيش؟ هذا قبل الرسالة. طيب في أثناء الرسالة كان إيش؟ تخفى عليه أمور، ثم يوحى الله عز وجل له، واضح؟ يوحى الله عز وجل له، إما أن يبقيه على اجتهاده، لأن بعض الأشياء اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الله سبحانه وتعالى، وبعض الأشياء قومه الله سبحانه وتعالى، ما يتركه الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل طبعا. وهذا دليل على أن كل الآن تعرفون مصطلح الحديث ولا ما تعرفونه؟ تعرفون مصطلح الحديث؟ تعرفون علم الأصول ولا ما؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام الآن حنا نعرف إيش الحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ هل يعرف هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أنه ترى من الدين، كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء يجتهدون حتى يقربون العلم، يقربون العلم للناس. الشاهد أن في أثناء الحياة لابد أن يعتريك الجهل، لأن الكمال لله وحده. ثم بعد الموت يبقى العلم؟ بعد الموت ينتهي العلم، ينتهي العلم بعد الموت. لذلك الله عز وجل عليم سبحانه وتعالى بما ظهر وبما خفي، وعلم الله عز وجل يتساوى بين ما أخفى العبد وما أظهر العبد. يعني لا تقول اللي يخفيه مو نفس اللي يظهره، لا، الله عز وجل يتساوى عنده الجميع سبحانه وتعالى لكمال علمه. خذوها قاعدة هذه، كل شيء نقوله في الصفات
أنه تنفي عن الله صفة، فإن إيش؟ إنما نفيت عن الله لكمال ضد هذه الصفة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله عز وجل يعلم الحاضر والمستقبل والماضي، بل يعلم أشياء ما وقعت، لو وقعت كيف ستقع. الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار لما يقفون على النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الآن لما يرون النار، يبصرون النار، يتمنون أنهم كانوا من المؤمنين حتى لا يكونون في هذا العذاب، عذاب النار. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الآن ولو ردوا، هم ما ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يخبر بشيء ما وقع أصلا سبحانه وتعالى. لذلك هنا مسألة مهمة. بعض الناس يقول إيش يقول، وهذا المشكك في دين الله سبحانه وتعالى، لكن نذكرها حتى يستفيد الجميع بإذن الله. بعض الناس يقول الكافر خالد مخلد في النار. العدالة، اعذروني أنا لأني مسوي عملية ديسك ما أقدر أجلس جلسة واحدة، لازم أغير من جلستي. فالعدالة، أنتم تقولون الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، العدالة لابد إيش؟ الكافر متى يجري الله عز وجل عليه القلم؟ بعد البلوغ، أن يكون بالغ عاقل المكلف. ها؟ طيب، أول ما صار بالغ وعاقل بعد سنة من كفره مات. يأتي هذا المشكك إيش يقول؟ يقول العدالة، أنتم تقولون الله عدل، العدالة أن يعذبه سنة واحدة على قدر كفره. واضح إخوان؟ واضح؟ أرجعوا هذه المسائل لعلم الله سبحانه وتعالى. مثل ما أن الله عز وجل يعلم الماضي، يعلم الحاضر والمستقبل، المستقبل يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله يعلم أن هذا الكافر الذي سيعذبه أبدا سبحانه وتعالى، يعلم لو بقي كما أبقى الله إبليس إلى قيام الساعة لبقي على كفره. الله عز وجل مو مثلنا، حنا ننظر إلى ظاهر الإنسان، ولكن الله يعلم البواطن، يعلم المستقبل سبحانه وتعالى. لذلك الله يخبر في سورة الكهف عن الغلام الذي قتله الخضر، إيش قال؟ لو أنه بقي على الحياة لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الله يخبر عن مستقبل ما حصل سبحانه وتعالى. لذلك من مات بعد سنة، بعد سنتين من كفره، بعد عشر، ترى الله عز وجل يعلم أن هذه النطفة خبيثة، ولو بقيت ما بقيت ستبقى على ما هي عليه. لذلك الله عز وجل أعدل العادلين، لا يظلم عنده أحد. لذلك يوم القيامة الناس بين عدل الله وفضل الله سبحانه وتعالى. أما عدل الله عز وجل يقوم على الكفار، ما يظلمهم الله سبحانه وتعالى، حتى لو له مظلمة عند مسلم، هذه من كبير عدالة الله، يأخذ المظلمة من المسلم للكافر، يأخذ بإيش؟ بأن يخفف عنه العذاب، ما يخرجه من العذاب، يخفف عنه العذاب سبحانه وتعالى. هذا من كبير عدل الله سبحانه وتعالى. الآية اللي وقفنا عندها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل مخلوق لا يستطيع أن يكون له علم ولو صغير إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل أظهر بعض المغيبات على لسان الرسل، أظهرها لهم سبحانه وتعالى. هذه: من ذا الذي يشفع عنده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا مما شاء الله سبحانه وتعالى. وليس لأحد أن يقول طيب فلان من الناس يعلم ما كان وما يكون والذي لم يكن إذا كان، مثل ما يدعون بالأولياء الذين يعبدون الصالحين، له ما يعلم ما كان وما يكون والذي لم يكن إذا كان كيف يكون. هذا حق لله، هذا يعلم ما كان وما يكون والذي لم يكن إذا كان، هذا حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد سواء الأنبياء أو الملائكة، ما يعلمون هذا العلم. هذا العلم حق خالص لله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، قال ابن عباس، وابن عباس ترجمان القرآن وكان رأس في التفسير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال الكرسي
موضع قدمي الرب. تخيل موضع قدمي الرب، هذا الموضع لو أنك جبت السماوات السبع والأراضين السبع ووضعتها في جوف هذا الكرسي لوسعهم هذا الكرسي، وهو إيش؟ موضع قدمي الرب. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، والعرش أكبر من الكرسي بكثير، العرش الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، لذلك ذكرت الآية بآية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يثقله، حفظ السماوات وحفظ الأرض وحفظ الكرسي وحفظ العرش وحفظ كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يثقله حفظ ذلك سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي، الله عز وجل له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر سبحانه وتعالى، عالم بذاته فوق كل مخلوقاته، كل مخلوق دون الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة الإسلام يا إخوان، لا يلبس عليكم الناس، لا يقولون الله في كل مكان، هذه عقيدة باطلة. كيف الله في كل مكان؟ الأماكن فيها القاذورات، فيها أجواف الناس، يعني الله داخل جوفي؟ ها؟ الله عز وجل أعزكم الله في الكنيف، في الحمامات، في مكان القاذورات؟ لا، الله في كل مكان، هذه عقيدة باطلة. علم الله في كل مكان، نعم، الله عز وجل قادر على الجميع في كل مكان، نعم، أما الله بذاته في هذه الأماكن، معاذ الله. يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، العرش سقف المخلوقات، كل مخلوق ينتهي إلى العرش، مثل ما أن هذا سقف هذه الغرفة، ها؟ العرش سقف المخلوقات، كل مخلوق، ما في مخلوق إلا إيش؟ وسقفه هذا العرش، والله عز وجل فوق الجميع سبحانه وتعالى بذاته وبصفاته، يعني صفات الله أعلى من صفات كل مخلوق. أنت حي، الله حي، أنت تسمع، الله يسمع، أنت تبصر، الله أنت عندك علم، الله عنده علم، لكن هل هذا يعني أننا شبهنا الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق؟ أبدا. أنا الآن أضرب لكم مثال، ترى هذه يعني يعظمونها في أنفس الجهال، أهل البدع، أهل البدع يعظمون هذه المسائل في أنفس الجهال، يقولون إذا قلتم أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله ذو علم وأن الله، طيب شبهتموه بالمخلوق. نقول أبدا، المخلوق له الصفات التي تليق به، والخالق له الصفات التي تليق به. أنا وأنت يمكن كبر بعض، ها؟ متقاربين العمر وكلانا رجال، هل أنت تبصر مثل ما أنا أبصر؟ أنت ما عندك نظارة، مو لابس نظارة، لأن بصرك أفضل من بصري. أنا ألبس هذه النظارة، بصري ضعيف، ثم إيش إذا أردت أن أقرأ حتى هذه النظارة ما أقدر أقرأ فيها، لازم ألبس هذه النظارة، مع أن إيش؟ مع أن أنا إنسان وأنت إنسان، أنا رجل وأنت رجل. فإذا كان التفاوت هذا بين إنسان وإنسان، رجل ورجل، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يبصر كل شيء في لحظة واحدة، ويعلم كل شيء في لحظة واحدة، ويسمع كل شيء بلحظة واحدة. ائتنا بمخلوق يكون هذه تكون هذه صفاته. لذلك الله عز وجل له علو الذات وعلو الصفات، هذا الذي يعني بعلو الصفات، وعلو القهر. الله قهر المخلوقات سبحانه وتعالى وجودا وعدما. أنت موجود باختيارك، أنت موجود باختيارك، أنت موجود باختيارك، الله عز وجل قهرك، أوجدك رغما عنك، وسيميتك رغما عنك. الله ما يطلب الاختيار، واضح؟ ما يطلب الاختيار منك أمو تموت ولا ما تموت، لا. لذلك قهر العباد وجودا وعدما سبحانه وتعالى. إيش الآية؟ أنا عشان هالشيء ماسك المصحف. وهو العلي العظيم، علو الله علو عظمة، لذلك ختم بالعلي العظيم، علو الله علو عظمة سبحانه وتعالى. ولو لاحظتم بدأ الله الآية بقوله الله وختمها بالعلي العظيم، كأن الله تعالى يقول للناس الله العلي العظيم هو الذي له الصفات التي بين هذه الأسماء. الله أعلم، اكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا
بهذه الكلمة، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.